طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. جينا نقطعو التيكي ديال الماتش، بغينا نتفرجو الماتش وما كنلقاوش تيكيات. خداوهم الناس قبل، خداو 100 تيكي 200 كل واحد، الاخر دابا مخرج على الران ديال تيكي. علاش ما نحقوش؟ خصو ياخذ ديالو. واش المواطن حتى هو بوبري يدخل يتفرج، الاخر كيخرج 100 تيكي يمشي يعاود فيها التجاره؟ هادشي ماشي معقول. كيبقى فينا حتى حنا بغينا نشوفو المنتخب ديالنا ونتفرجو الكره ونخلصو فلوسنا، هادشي ما خصوش يكون. هادشي نطلبو خصنا حتى حنا نقطعو التيكي ديالنا ونمشيو. هادشي اللي طالبين. دائما كنجيو، دائما كنجيو في الانديه ديما هنايا. كيقول لك دخل داك الموقع، الموقع كتلقى صافي، خداو الناس كلشي. وبوبري شنو غايدير؟ ما يتفرجش؟ ما نحقوش يتفرج؟ تخرجوا غير الناس الفلوس. هذا هو المشكل اللي عندنا هنا في المغرب ديالنا، ما بغاش يتحيد هذا المشكل. هذا المشكل ما خصوش يبقى عندنا، هذا مشكل كبير هذا ولا لا؟ جيت في الصباح باش ناخذ شي تيكيات، لان السيت كندخل له صافي ما كاينش مبلوكي، اولا كتبدا معناتها كتوصل بيمو مع كيردك للصفر، عاود ترجع ما كاينش. جيت لهنايا في الصباح نشوف على نطلبوا زعما الا نجبروا التيكيات هنا ناخذوهم، ما كاينش. رجعت دابا في العشيه قال لك مشي للسيت وعطيوك واحد الكود شريف واجب حالك لهنايا، وحنا كنستناو ما كاينش. السيت كيقول لك السيد راه تسالى. هذا الشيء اللي كاين استاذ، والله الله يعدلها من عنده. ما كرهناش في زعما ناخذ التيكيات حنا ندخلوا نتفرجوا، ولكن ما جبرناش. وكيف تشوفوا اننا حنا اليوم في سحب عمليه سحب التذاكر المباراه ديال البرازيل المغرب؟ مباراه اكيد غيكون عندها اثاره تشويق، وهذا هو اللي جعل بلعب ديال الجمهور، ولكن اعتقد يمكن شويه التنظيم يكون افضل. كنشوفوا الناس كتسحب تذاكر، كاين اللي كيسحب واحد العدد كبير، اعتقد كل العمليه خصها تكون مضبوطه نسبيا شويه، ثلاثه حتى اربعه حتى خمسه، ولكن ملي كتشوف يا خو انت شباب الصف يا خو كيخرج 20 25 30، اعتقد العمليه خصها شويه تنظيمات. جميل جدا ان شوفوا مباراة ديال المنتخب البرازيل مع مدينة طنجة، ولكن جميل جدا لو يكون كذلك الانضباط، تكون الامور كتسير بواحد السلاسة. وشكرا. الصراحة اليوم جينا نقطعوا التيكيس باردي ضد منتخب البرازيل، كنجبروا واحد التنظيم صراحة على علاقة. التيكيس 100 درهم كيدخل بنادم كيدفعوا، ما يدي تيكي واحد ويكون واحد التنظيم اللي مزيون، يعني تدخل بلا كارت ديالك ولا بشي حاجة دي تيكي واحد، بنادم كيدخل كيدي 35 تيكي 30 تيكي 12 تيكي، يعني شوف الناس قدام يعني داو 35 تيك. السيرفر صراحه هاد السيس لا علاقه، يعني انا اصلا بستعمل فكره السيس في المغرب فكره غالطه في مره، يعني كاين الناس ما عندهاش كونت بانكا، كاين الناس ما عندهاش بزاف ديال الحاجات. صراحه كنا كنتسناو مور كاس العالم يعني يكون شي صنديم وتكون شي حاجه في الكره مزيونه، يعني في طريق النمو كنجيو هيدا كنجبروا فهمتي، يعني كدوله وصلت نصف في كاس العالم ولعبتي على التصنيف، يعني في مباراة وكتقول خاصك تنظم كأس العالم 2030، يعني خاص يكون واحد التنظيم اللي معوط ماشي بحال هاد التنظيمات. الخو ديالي حنا جينا مع العصرة الصباح هنايا، بنادم كيخرج 20 تيكي 30 تيكي فهمتي. الخو ديالي بنادم هنا الشابخة هنايا، الخو ديالي كيقول لك 100 درهم 500 درهم 700 درهم 100 درهم. الخو ديالي حشومة، الخو ديالي الدولة عندها جامعة قد تستخدم، ما قدرهاش تشري ستة صاحبي كيدخلوا له 70 كيتبلوكا صاحبي، ماشي منظر اخاو ديالي هذا مخسر اصاحبي. حشومه اصاحبي هادشي اللي كتعملوا الدراويش هنايا. شوف بنادم كيستنى حتى واحد ما عنده التيكي كيقول لك 500 درهم 500 درهم، بزاف الخاو ديالي حشومه اخاو ديالي. هناك اقبال كبير على التيكياس ديال المباراه ديال المغرب مع البرازيل، وكيف ما كتشوف هنايا الجماهير كامله متشوقه باش يتفرجوا في المنتخب المغربي، ولكن هنايا واحد المشكل العويص هو هاد السيت هذا اللي دخلنا له ما كيعطيناش التيكي، عينا نتسناو في التيكي ما كاينش. دابا هاد المشكل هذا كاين اللي كيجي يدي 30 تيكي 40 تيكي، حنايا واحد التيكي باقي ما لحقناش مع هاد الناس هادو. دابا خصنا نشوفوا شي حل مع هاد الناس باش يعملوا لنا التيكياس ديالنا، نبقاو نشبروهم كل واحد يشبر التيكي ديالو.